في أحد شوارع العاصمة، وبالتحديد على شارع خليفة بن سلمان باتجاه المنامة. هنا يفقد السائق تركيزه على السياقة بسبب انشغاله مع الهاتف النقال، والنتيجة تصادم 4 سيارات. رائد لعين 5. أسمعك رائد. استلمنا بلاغ عن حادث على شارع الشيخ خليفة بن سلمان، بس تأكد وبلغنا عن التفاصيل. طيب باتجاه الموقع يا رائد. الحمد لله باشرنا الحادث بدون إصابات، والسبب كان استخدام الهاتف. ونتمنى من السواق عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، لأن خسارة المكالمة أفضل من خسارة الأرواح.